اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضروره تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب على قطاع غزه بما يضع حدا للماساه الانسانيه المستمره التي يعيشها اهالي القطاع ويحول دون توسع الصراع وامتداده وخلال استقباله وفدا من اعضاء الكونغرس الامريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، شدد الرئيس السيسي على المخاطر الناجمه عن العمليات العسكريه الاسرائيليه في مدينه رفح الفلسطينيه وتدعياتها الانسانيه والامنيه. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من اعضاء الكونغرس الامريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري برئاسه السيناتور جيري موران. عضو لجنه الاعتمادات بمجلس الشيوخ بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الوفد الامريكي اكد ان زيارته تاتي في اطار الاهميه الخاصه التي توليها بلاده للشراكه الاستراتيجيه مع مصر منوهين الى اسهامها الكبير كركيزه للاستقرار الاقليمي وتقديرهم للجهود المصريه لارساء السلام والامن بالمنطقه لافتين في هذا السياق الى الدور المصري الجوهري في دفع الجهود الراميه الى التوصل لوقف اطلاق النار في قطاع غزه وتبادل المحتجزين والرهائن والاسرى بالاضافه الى الجهود الهائله التي بذلتها مصر وما زالت تطلع بها لادخال المساعدات الانسانيه لاهالي غزه معربين عن بالغ الشكر والتقدير لدور مصر والقياده المصريه في هذا الصدد وقد شهد اللقاء حوارا معمقا حول مجمل الاوضاع الاقليميه اكد خلاله السيد الرئيس ضروره تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب بما يضع حدا للماساه الانسانيه المستمره التي يعيشها اهالي قطاع غزه ويحول دون توسع الصراع وامتداده مشددا على المخاطر الناجمه عن العمليات العسكريه الاسرائيليه في مدينه رفح الفلسطينيه وتداعياتها الانسانيه والامنيه كما شدد السيد الرئيس على ضروره الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعيه الدوليه وصفه مسار تحقيق العدل والسلام والامن لجميع شعوب المنطقه